السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات ورشة عمل جزء من فيلم افاتار المقدمة من gfxacademy.net. كلامنا النهاردة ان شاء الله هيكون على اضافة النباتات وضبط الاضاءة للمشهد اللي قدامنا. طبعا انا عايز اعمل واحدة كمان زي دي تبقى مثلا هنا كده، وهوريكم بعد كده ايه اللي هيتعمل ورا وهيتعمل ازاي. تعالوا نجرب مع بعض نعمل واحدة جديدة او نعمل جزيرة جديدة او ايلاند جديدة تبقى بشكل مختلف عن الشكل ده. هنروح ل طبعا هنسمي الترين ده هنسميه ايلاند 1 توب، وده هنسميه ايلاند 2 اسف ايلاند 1 داون، كمان بالمنظر او بالشكل اللي احنا شايفينه. نيجي بعد كده نروح ل فيو اوبجكت كرييت هايت فيلد ستاندرد تيرين بالمنظر ده كده. بقى سهل بقى علينا ان احنا خلاص احنا بقينا عارفين موقع الكاميرا. هاخد التيرين ده اوديه ورا كده مثلا، تمام، وارفعه لفوق بالشكل ده، وكل اللي انا اعمله ان انا هقوم قلبه لتحت. بس قبل ما اقلبه لتحت عاوز ان انا اروح لفيو اوبجكت واقول له ايديت اوبجكت علشان اخش في الترين اديتور. طبعا هي كمية الديتيلز 256 في 256 ما فيش فيها ادنى مشكلة، ممكن بس نزود شوية نخليها 1024 علشان انا عايز احط الكانيون ونشوف. لا مش هتبقى مناسبة لينا، هنشيل دي. طبعا المرة اللي فاتت احنا استخدمنا البيكتشر، تعالوا ناخد المرة دي الريز، تمام، ونعمل ريز للقمم دي كده. طبعا بحاول اعملها انها تكون متساوية، ممكن اقلل او يعني اقلل الفول اوف حبة بحيث ان انا اطلع مناطق بعينها، مش هطلع عين مناطق اقصد، هطلع مناطق بعينها. ناخد السايز، تمام، عشان ناخد الجزء اللي في النص ده عشان انا مش عايز يبقى فيه كده. ناخد ده برضو بالشكل ده، تمام كده. دي ممكن تبقى بفضل طيب معلش هنرجع كده ونروح ل الترين نكبره سنة ونكبر السكيل بتاعه بالمنظر ده. ليه بقى؟ عشان لما اروح هناك اعمل الديتيلز او اعمل التفاصيل واجي احط التكتشر تبقى التكتشر نازلة على الترين وهو معمول له استريتش، تمام، بالمنظر ده كده. ما اقعدش اعمل له بقى ايه، ما اقعدش اعمل له استريتش تاني وهو عليه التكتشر، هيعمل لي مشاكل الدنيا والاخر. والله هو مش محتاج ان احنا نخش، بس هنخش برضه. هنروح ل الترين ده هنسميه ايلاند او ايلاند 2 داون، اعتقد ده اللي هيبقى داون، تمام. ونرجع بعد كده ليو لاوبجكت وبعدين نعمل اديتور. هنخش نلاقيه بالشكل ده كده. طبعا الديتيلز لو انا زودتها هتزيد طبعا، متهيألي كده نشتغل عليه بشكل. هو مش محتاج اصلا شغل، تمام، هو محتاج بس ان احنا نحط مجموعه من الديتيلز. هروح للريز بس واقلل اقللها شويه كده، ويعني حبه هنا كده بحيث ان انا اعمل وليكن شويه النتوءات. طبعا الضغط يا دوب ضغط كليكس، يعني تضغط كليكات مش اكتر.
ممكن نيجي بعد كده ونروح على effects. بس effects دي عشان استخدمها كويس في حاجات هنزود فيها الديتيلز وحاجات مش هنزود فيها الديتيلز. على سبيل المثال، على سبيل المثال لو انا مثلا عاوز اعمل مثلا شوية حفر، لو رحت عملت هروح لكراكس، لو ضغطت على كراكس هيديني الحفر بالشكل اللي انا شايفه ده. هعمل اندو وهزود الديتيلز بعض الشيء واضغط على كراكس تاني، زي ما انت شايف بقت اهدى شويه من الاول. غير كده كمان انا عاوز اعمل الكليب في الماين ازوده شويه كده علشان تبقى الحواف بتاعتها متشاله، وممكن احط كراكس تاني، ممكن احط بيكس عشان يعمل لي زي ندوءات وقمم بالشكل ده كده، ممكن احط ستونز بس هقلل الديتيلز شويه. خلاص ممكن احط ستونز، زود الديتيلز، نحط ستونز بالشكل ده كده بحيث تبقى بالمنظر ده. اعتقد لو حطينا ممكن نعمل شوية سموز، نعمل ممكن نعمل ديفيوزف شوية كده بالتالي بالشكل ده. ممكن بقى نشوف مثلا نجرب لو حطينا بيبلز مش هيأثر، جريفت جريفت ماشي مفيش مشاكل منه كده، متهيألي تمام وصلنا لشكل كويس. مش عايزين نزود قوي عشان لو زودنا قوي هيطلع لك هنا عدد مهول من البوليجونز. ارجع اقلل الديتيلز، انا كنت بس عاملها كتحايل عشان اخد التفاصيل دي وارجع بعد كده اقللها زي ما انا عايز. بعد كده اعمل اوكي وهروح على الايلاند دي واروح على روتيت، اروح على كووردز كالعاده سالب 180 وارفعها بالشكل ده كده، وممكن ازقها كده مثلا ونحطها كفلوتنج ايلاند في المكان ده. ولو جربنا نعمل ريندر، جرب بس تيست ريندر، هنلاقيها بالشكل ده كده. طبعا انا بس عايز بقى ايه اعمل حاجه قبل ما اكمل، عايز اروح للصن دي اشيلها واروح لفيو اتموسفير لود اتموسفير، عايزين ناخد جو متناسب مع الشغل بتاعنا اللي احنا هنعمله. اعتقد ان عايزين ناخد حاجه كده متهيألي ده مناسب، وممكن في الافتر نروح نديله البلو لوك. يا ده يا ده ده او ده ده او ده ده او ده، طب عشان ده فيه اضاءه كتير تمام. طب ممكن ناخد ده، ايه اللي ممكن ناخده؟ ده في جرين، ده في امبيانت اوكلوجن، ده في جي اي، يعني ده في امبيانت اوكلوجن وده في جي اي. طب احنا عايزين نقلل الموضوع حبتين، ناخد الامبيانت اوكلوجن ارحم من الجي اي. هنعمل اوكي ونشوف نعمل ريندر كده وارجع لكم تاني. طيب في وسط الريندر انا لقيت الموضوع بالشكل ده، عشان انا ما اضيعش الوقت بتاعكم هختار جو ونشوف وارجع اوريه لكم عشان نكمل نشوف مع بعض. ده طبعا كان جزء من الريندر لكن هحاول يعني اخليه يكمل. زي ما انتم شايفين الجو كده اصبح مقارب للي احنا عايزينه، بقى باستثناء ان احنا نخلي الضوء اصفر سن، هو زي ما هو شكله كويس ونضيف اللوك في الافتر، مش هنهتم بالموضوع ده كتير. فاضل حاجه، لو انت واخد بالك ان السكاي واخده مده طويله قوي 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 على ما يتعمل لها ريندر، لو انا رحت لفايل اوبشنز وقلت له ريندر سكاي اوف وجيت اعمل سيف وعملت اوكي هعمل ريندر تاني، هلاقي الريندر بقى اسرع كتير جدا. هو مش هيرندر بقى سكاي خالص، هو هيرندر اتموسفير وهيرندر اوبجكتس وبس على كده مش اكتر تمام بالمنظر ده كده. طبعا خلوا بالكم ان انا مش مفعل الانتي الياس والا كنا نقعد للسنه الجايه نعمل ريندر. طبعا المشهد مش هيبان غير والسكاي وراه، لكن عامه السكاي هقول لكم على حيله حلوه جدا 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 هنعملها بس في الاواخر.
خلونا بقى دلوقتي نتكلم على اضافة النبات، مش اضافة النباتات اسف. ده هعمله واحد كمان نفس الموضوع، او اعمله الخامة بتاعته الاول واقلبه فوق فوق ده علشان اعمل الجزء الفوقاني. تعالوا نعمل خامة الباشا ده الاول. نروح لأوبجكت، هقول له change object material. نروح ناخد الماتيريال اللي احنا عايزينها، وبعد كده هنتحكم في البامب بتاعه وكل حاجة زي ما احنا عايزين. اهم حاجة بس نختار ماتيريال في الاول، وبعد كده نشوف. مفيش هنا ليرد؟ ليرد. ليرد دي اللي انا عايز ابص عليها. عايزين حاجة ويت ستونز، ممكن والله ويت ستونز، وممكن سوفت روك. يعني يا دي يا دي، مش عارف يعني ناخد دي ولا ناخد دي ولا ناخد دي. دي حلوة قوي على فكرة، ناخد دي كده. انا بس هجرب ريندر لده اشوف ظروفه ايه. هي دي كويسة على فكرة، بس عايزة انتي الياس كتير. يعني انا لو انا جيت هنا وقلت له الانتي الياس بيست، وجيت عملت هنا تاني، ظبطت. بس نرجع بقى نعمل اوبجكت وتشينج اوبجكت ماتيريال. هي راحت فين؟ دي وفي دي. طب ناخد دي على اعتبار ان فيها فراكتلز اكتر، ونجرب تاني. تمام، هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب نروح ل فيو اوبجكت اديت اوبجكت ماتيريال. المره دي التايب بتاعها سيمبل ماتيريال. لو ضغطنا هنا دبل كليك هنروح على الفراكتل. الفراكتل ده اللي هو بيتحكم في البامبنس بتاع الخامه. تعالوا نختار فراكتل تاني وليكن ستونز ان ديرت. تمام، بحيث تديني شكل تاني، او اعمل كده ريسيت مره تانيه. تمام، او نعمل كده ونرجع نجيبها تاني. اوبجكت اديت اوبجكت ماتيريال، نيجي للبامبنس للهايلايتس للترانسبيرنسي. ماشي، نيجي هنا ونضغط دبل كليك، نخش على الفراكتل، ناخد، عايزين ناخد ترانسفورم كريستال مش عارف مين، لافا فلو. ممكن لافا فلو على اعتبار تدينا المنظر ده. طبعا ده الكلر، دبل كليك ناخد حاجة فيها لون الرمل، كلرفول. مش حاجة فيها لون الرمل، ممكن ده روك اند جريس، او ممكن روك اند جريس. ناخد عايزين حاجة فيها لون رمل، ممكن ساند، ممكن الرمل. تمام، بالمنظر كده. دي الالفا برودكشن مش عايزينها، انا عايز البامب. لو انا رحت للبامب ورحت عامل رايت كليك وقلت له اديت فلتر، ممكن انا عايز البامبنس يبقى تحت، وعايز البامبنس يبقى فوق في الجنب شويه كده. ممكن احط هنا كي بوينت، واحط هنا نيو بوينت، واخلي دي كده، واخلي دي برضو نفس الموضوع، واعلي بقى دي فوق شويه كده بالظبط، واخد دي وبرضو اجيبها كده بحيث ادخل الحته دي جوه. ممكن كده شويه، ممكن دي كده شويه، واعمل اوكي. طبعا الديبس سالب 4. لو انا قلت له ان الديبس ده ب4 هعكس الموضوع. طب انا عايز مش اخليه ب4 كمان، ده انا عايز اخليه بتاع ب6 حاجه كده، يعني يبقى اعلى شويه من المعتاد. لو انا قلت له ديسبيسمنت مابنج طبعا هيكبر الدنيا خالص. ماشي، مفيش اي مشكله. لو انا رحت لكليك يمين قلت له اديت فانكشن، هخش هنا على
البامب بتاعه هنا واصل بمين؟ واصل بمين؟ واصل بمين؟ واصل ب واصل بفلتر. الفلتر مدي لسيمبل فراكتال. الفلتر ده مدي لسيمبل فراكتال. طيب لو انا رحت للسيمبل فراكتال ورحت مغير السيمبل فراكتال ده، خليته مثلا برلين نويز، وخليته تيرين برلين نويز، جميل. طيب اروح للجين، هي مرفوعه على الاخر، الروفنس، لا ده كده هنضيع خالص. تمام، نخلي اللارجست اريا قليله بعض الشيء. تمام، بعد كده ندي اوكي، بعد كده هدي اوكي هنا كمان. لو انا جيت بقى اعمل ريندر نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي، اعتقد هوقف وارجع. فيها طبعا عيوب، طلعت العيوب الزوايد اللي فوق دي، فالزوايد اللي فوق دي هنروح لاوبجكت تاني، اديت اوبجكت ماتيريال، واشيل الديسبليسمنت مابنج وارجعها زي ما كانت مره تانيه. تمام، واعمل اوكي، جرب نعمل ريندر مره تانيه. تمام، زي ما انتم شايفين كده ما عادش فيه العيوب، وخدت خدت اللون اللي انا عايزه واللون اللي انا محتاجه. على فكره الدوتس دي ده عيب من الريندر طبعا، لان انا الانتي الياس مش عامله كما ينبغي. المفروض اخليه 4 في 4 والثريش هولد اخليها 10، ونجرب كده نعمل ريندر ونشوف. ده كده شكل الريندر. المثال دي من الاضاءه مش من الريندر، ما علينا. عامة هو كده كده احنا هنغطيه بالنباتات فمش هتبان، بس اعتقد دي من الاضاءة فعلا مش من الريندر. بس هي كانت في الفيو لما كانت بتحصل، كنت لما بزود الانتي الياس كانت بتروح. ممكن في السينما تكون مختلفة بعض الشيء يعني. ممكن نشوف ده بقى، هل الزاوية دي مناسبة مش مناسبة؟ نلفه كده مثلا، الله يعني انت حسب رؤيتك يعني. انا مثلا انا جيت اعمل ريندر ريجون وجيت اشوف دي كده ظروفها ايه. تمام، فمتهيألي دي اعتقد انها هي مناسبة من الزاوية دي. ممكن فاسمنا الزاوية دي انسب. تمام، اعتقد الزاويه دي انسب شويه. طيب كده عملنا الماتيريال بتاعت دي، بس انا عايز اروح اعدل عليها حبتين يعني. اللهم صل عليك يا نبي. هنروح للاوبجكت ونقول له اديت اوبجكت ماتيريال. هي سيمبل، انا هخليها ميكسد ماتيريال. هروح لماتيريال 2 واحط او انزل عليها لاندسكيبس، وهنزل عليها روكس اند بلانتس عشان تساعدنا بعد كده لما نيجي ننزل ال النباتات. طيب الروكس اند بلانتس انا عايز اعمل لها ديستريبيوشن على ديستريبيوشن اوف ماتيريال 1 اند 2. طبعا انا عملت كده، هعكس الاثنين، دي مكان دي ودي مكان دي. طبعا عندك السكيل، ممكن لو قلت له ان دي مثلا نص فنخلي دي قد دي يعني. طبعا رايت كليك ممكن اشتغل بالفلتر على طول، ممكن اقول له بدل ما اقعد اشتغل بيه ممكن اقول له لود فلتر، ومثلا احط اي فلتر. طبعا انت هتجرب، طالما فلاتر انت هتجرب. طبعا عندك حاجات كتير ممكن نجرب، ده مثلا على سبيل المثال ممكن اخلي دي بواحد. تمام، بس يعني الفلتر بيتحكم في الديستريبيوشن، فانت اساسا الديستريبيوشن بلون واحد فمش هتتظبط يعني. عملنا كليك يمين اديت فانكشن، عندي ديستريبيوشن. طبعا الحاجه اللي في الديستريبيوشن مفروغ منها خالص، هنحط فراكتال نود، وهاجي انزل نويز نود، فراكتال نود ونويز نود. طب عشان الاثنين الديستريبيوشن ياخدهم يبقى لازم احط في النص كومباينر او بلندر يعني ايا كان.
هودي الديستريبيوشن للبلندر واخد واحده للنويز واخد واحده للفراكتال. الفراكتال اقول له التيتيود علشان طبعا اديكم شفتوا كده بدا يحصل تغيير. طبعا انا هجيب بس دول كده علشان تبقوا انتوا واخدين بالكم منها كويس. نمسك بعد كده واحده واحده. نمسك اول حاجه الفراكتال وتعالوا ناخد هنجرب. انا ممكن اقول له تيرين فراكتال هلاقيها اتوزعت توزيعه تانية خالص. ممكن اخلي دي برضو بنص بحيث ان انا اشوف الدنيا عامله ازاي. اعمل ريسيت فلتر بالمناسبه علشان اعرف اشتغل مظبوط. هاجي بعد كده للجين اقلل الجين شويه او ازود الجين شويه بحيث ادخل دي مع دي. ممكن اللارجست اكبرها حبه. لا اقلل السمولست. لا دي مش هيبقى لها لازمه السمولست اصلا. فاخلي اللارجست قليله بحيث ان انا اطلع دي على حساب دي. الرونس لو قللتها اعتقد ازودها عشان نظهر التباين بتاع الخام. طبعا ده الترين. ممكن اقول له روكي ماونتنز. تمام انظر ده. ممكن اقول له الجين الا لو انا عايز اطلع التانية عليها فهقلل الجين شوية. ماشي. ممكن السكيل الاوفرال سكيل اكبره. ممكن اجي بعد كده للنويز بقى اكبر النويز شويه ف يعمل انتشار لدي على دي. ده بالنسبه للنويز. طبعا النويز فيه هنا عندي كتير قوي 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 قوي. في السيلولر ممكن اقول له فرونوي التيتيود. لا مش حلو. ممكن اقول له بيرلين. فينا ترين. ترين بيرلين نويز كويس. اكبر السكيل بتاعه شويه. ماشي. حاجه بالشكل حاجه بالمنظر ده كده. لو جينا عملنا اوكي. ممكن قبل ما نعمل اوكي اعتقد هنا في نود اسمها كولر. تالي كولر. طيب خلينا في البوزيشن كولر نود. و ممكن اروح اوديها مش هتروح للبوزيشن صحيح. طيب ممكن نحط ايه؟ هل ممكن نحط كومباينر ولا نحط ماث نود؟ كومباينر ولا ماث نود؟ ممكن بلندر واعمل لها بلند مع. لا مش هينفع بلندر. طيب في حل ان انا هروح للخامه دي دبل كليك هتيجي بالمنظر ده كده. هتيجي عندي في الجزئيه دي علشان اروح للفراكتال بتاعها واغير السيمبل او الفراكتال بتاعها لحاجه ثانيه والكالر اروح اعمله كالر ثاني خالص. لكن الفراكتال مش نافع. انا عايز حاجه تدي توزيعه تدي توزيع احسن في البمب. نخليه 8 وارجع لكالر اند الفا. لو انا قلت له ريسيت نود هرجع زي ما كنت هقول له طبعا الكالر هنا اهي لكن مش هعمل الكالر. هروح هنا واقول له دبل كليك ونختار ممكن لافا. تمام. عايز بقى حاجة قريبة من ممكن ساند. حلو قوي. عملنا كده التباين والتفاوت اللي احنا عايزينه. فاضل بقى ان احنا نلعب في الفراكتال بحيث ان احنا نبين نبين كده التباين والتفاوت ده قوي. طبعا لو انا عايز اغير الاوفرال كولر ممكن اغيره من هنا. لو انا سحبت دي
تحت شويه، وخلي بالك ان الفيو حساس قوي لعمليه اللون زي ما انت شايف. تمام، ممكن هنا نيجي نخلي مثلا دي السكيل بتاعها ب 8 من 10 بحيث ننشرها اكتر على عليها نفسها، ونعمل اوكي. ممكن نزود البلند شويه، ممكن نخليه بلند كيوبك بحيث يبقوا باينين من بعض. ممكن نروح لدي، اروح للبامب، خلي البامب ب 2 بحيث تبقى خامه سموث. يبقى في حتت ناعمه وفي حتت خشنه بالظبط زي ما انا عايز بالظبط كده، واقوم عامل اوكي. لو انا جيت اروح اعمل ريندر، زي ما انت شايف ادتني التفاوت في الخامه اللي انا عايزه. طبعا الناحيه دي في شادو. ممكن والله ان احنا نتغلب على مشكله الشادو ده. لو انا رحت لدي بدل ما هو ريتريس ده اخليه سوفت على الاقل، يعني الدنيا تخف حبتين. وممكن ان انا اضيف ضوء تاني عشان موضوع الشادو. اعتقد مش عارف انا هنا هحتاج، يعني احنا نجرب كده نشوف من غير الشادو. ما اعتقدش ان احنا هنحتاج شادو. بص بقى، شوف احنا انا غيرنا قلنا له من غير شادو لكن برضه حط شادو. طيب احنا هنخلي ده سوفت، لكن انا هوريك في الجزء اللي بعد ده ان شاء الله ازاي نغير خواص اللايت بتاع الفيو.